هذا ما يسمى وزير الشؤون الدينية. ترجمت بعض المعاني الموجودة في هذا الدين، في هذه الرسالات السماوية، فيخطئ الإنسان من حيث الفهم. عندما يخطئ من حيث الفهم يخطئ أيضا في الممارسة، ويحدث عن ذلك مشاكل، وكلكم يعرف ما الذي يحدث في عالم الناس اليوم. تحول هذا الفهم السيء إلى مصيدة تدخل فيها بعض اللوبيات، تدخل فيها بعض الجهات، تدخل فيها بعض العصابات التي تريد أن تصنع من هذا الفهم السقيم قوة ضاغطة في بلاد من البلدان، أو قوة مدمرة في بلاد من البلدان. وهذا ما أصبح يسمى بالمخابر التي تصنع الإرهاب، المخابر التي تمول الإرهاب، المخابر التي توجه الإرهاب وتغير شكله من الحقيقة. أن المخابر الحقيقية والرئيسية التي أنشأت الإرهاب كانت مخابر عبلة، كانت مخابر المخابرات الإرهابية كما سماها الشعب الجزائري. هذا لا يعني أن لم تكن هناك جماعات متنطعة ومتشددة، كانت وأقدمت على جرائم وهي مدانة بلا شك، لكن الجزء الأكبر من عمليات الإرهاب لذبح الشعب الجزائري ومستمرين فيها هي من المخابرات الإرهابية كما سماها الشعب الجزائري، من المافيا العسكرية. ينشئوها، يخلقوها، يخترقوها، وبعدين يقول لك نحاربوها. وهناك نهار لتسقط هذه العصابة ستخرج شهادات تشيب لها الولدان عما حدث في التسعينات، وما زال يحدث لكن في حدود ضيقة الآن، لكن عما حدث، عما يسمون الحرب على الإرهاب. إذن هذه الجمعة راح تسمعوا ما يسمى بالجيل الرابع والجيل الخامس، وأن الجزائر عرضة لحرب سبرانية، وأن والحقيقة اللي أننا نمر عبر ما شاهدناه من قبل عند هذا المعتوه. ده الكلام اللي كنا بنقول إن البلد رايحة لمشكلة كبيرة. طيب أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكم ليه؟ لأن إحنا لما تجاوزنا المرحلة الصعبة ديت بفضل الله قبل كل شيء ثم بفضل جهودكم، كان لابد ان احنا نتوقف عندها خلال الكلام اللي اتقال دلوقتي على موضوع الشائعات، اللي هو احنا قلنا بكده مره واثنين وثلاثه ان الجيل الرابع والجيل الخامس من الحروب بيتم استخدامه فيما يخص المنطقه ومصر، ولو سقطت مصر تسقط المنطقه. وبالمناسبه ده مش كلام، ده كلام كل المنطقه، يعني كل اشقائنا في الخليج بيقولوا كده ومدركين لده، لأن الموضوع زي ما انتوا شايفين كده. انتوا ممكن تكونوا متصورين ان الامور مش ممكن توصل لكده، وانا ما بحبش اخوف حد. هذه كانت قبل سنوات، السيسي يتحدث عن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، لعلكم تسمعوها هذه اليومين، الحروب السبرانية، لعلكم سمعتوها من عند تبون، عن شنقريحة، من عند مجموعة يعني من أو هنا وش يقول تبون على السريع. يعني بلغ السيل الزبا، بلغ السيل الزبا، ما بقيتش تعرف من هو من. الناس اللي تعيش في أمراض، عندهم أمراض نفسية، حابين الشر للجزائر والجزائريين، ما يجيب لك إيه الأمور المشرارة وما كانش. أنت يا دوبك سي لا كاتريام جينيراسيون، سي لا غير كاتريام جينيراسيون، لا ديستابيليزاسيون دي بي ديستابي. اليوم بلاد اللي تغدى بالاشاعات سلامتها قليله، لان الاشاعات سلاح بين يدين من يريدون زعزعه استقرار الجزائر. فيه ناس اللي على نيتهم يكتبوا، فيه ناس اللي ما يدير تويت يعني تغريدة أو تعليق في الفيسبوك أو لايف مثل هذا يعتبروه حرب سبرانية، حرب الجيل الرابع والخامس وإلى آخره. ختمت لكم بهذا الموضوع لأن هذا موضوع مهم، والآن راهو داير عندهم، راهو لامود وراهم يتكلموا عليه في كل مكان،
اللايف القادم بإذن الله، إذا لم تكن هناك أحداث خاصة راح نخصص له جزء من اللايف ونتحدث ونشوف ما هي هذه حروب الجيل الرابع والخامس، وهل بالفعل راح تطبق عندنا، ومن في الحقيقة راح يطبقها، هل هم اللي شكوا منها اللي راهم يطبقوا فيها ولا ناس آخرين، وما هي الجهات اللي تدعم فيهم، ولماذا وصلتهم الآن بينما السيسي يتكلم عليها قبل 6 سنوات 7 سنوات. راح نشوفوا كيفاش راهم خطوات المصرية يمروا عليها خطوة خطوة. لعلكم تذكرون أني مرات كثيرة قلت هنا إما النصر وإما مصر. العصابة نتاعنا تتلقى من نفس الكتاب، نفس اللي مد لهم تعليمات والجايد لاينز إلى 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 السيسي، راه يمدوا العصابة نتاعنا. ولذلك اللي يحب يفهم ورانا رايحين يقدر يشوف واش حدث في مصر. طبعا الأمور مش متطابقة في كل شيء، لكن هناك أشياء كثيرة مشتركة. المرة القادمة نشوف ونتكلم السيسي على الحروب، هذه الحرب، الحروب السبرانية أو الجيل الرابع والخامس، وهل بالفعل هل هي تطبق في الجزائر؟ هل هي بحق؟ أين تقع هذه الحروب بحق؟ وشكون اللي راه قايم بها؟